مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من ليالي الكويت. مساء الخير عبد الله. مساء الخير غادر، مساء الخير على كل مشاهدينا اللي قاعد يتابعونا في أولى حلقاتنا من بعد الفترة اللي كانت فترة استراحة كبيرة. وحلقة اليوم مليئة بالإنجازات والمفاجآت اللي شفنا بدايتها مع بداية الحلقة، مع انطلاق هذا المكوك الفضائي. تنطلق أولى التجارب الكويتية العلمية للفضاء الخارجي، راح نتعرف عليها أكثر إن شاء الله بوجود عدد من الضيوف اللي راح يكلمونا عن هذا الموضوع بالتفصيل، لأنه صراحة شيء نفتخر فيه جدا أن طلبة كويتيين والمركز العلمي الكويتي أو مركز الأبحاث مؤسسة الكويت تقدم العلمي والمركز العلمي أيضا مشارك في هذا الحدث التاريخي. مثل ما شفنا معاكم اليوم الكويت تخلط بهذه التجربة، أو يعني بالضبط كان يوم أمس الساعة 7 مساء تم أكيد دخول الكويت مع ناسا اللي هي أكيد خاصة بالفضاء، فأول تجربة علمية كويتية كانت اليوم منطلقة معانا خلال حتى هذا الوقت اللي احنا قاعدين نقدم فيه اليوم هذه الحلقة. والباج اللي قاعد تشوفينه يمكن غادة وشوفون المشاهدين، هذا من تصميم طالبة كويتية مشاركة ضمن الطلاب في هذه التجربة العلمية الكويتية اللي راح نتكلم أكثر عن تفاصيلها إن شاء الله خلال هذه الحلقة. أكيد راح نتعرف عليه بعد شوي، لكن حلقتنا اليوم مليئة بالأخبار، يعني بعد أمطار الخير ونجاح الساحق للانتخابات ونجاح وزارة الإعلام بتغطيتها بشكل راق جدا من إذاعة وتلفزيون، وألف شكر لكل زملائنا اللي شاركوا في نقل الأحداث أولا بأول. عساكم مع القوة، وهذه طبعا الهجوة دائما بشباب وفتيات وزارة الإعلام اللي دائما يكونون عند حسن الظن. اليوم راح نتكلم أيضا عن موضوع كويتي مهم جدا، وهو ارتقاء البورصة الكويتية. نعم، دخولها الأسواق الناشئة ودخولها بسيولة تقدر بمليار دينار كويتي، وهو أكبر يعني حدث يعتبر تاريخي، لأكبر يمكن نسبة تعادل 3 مليارات دولار، فهو بالكويتي مليار دولار. يمكن هذا أكبر سيولة تم ضخها اليوم في بورصة الكويت. وأيضا يمكن من الأحداث والأشياء المهمة خلال هذا الشهر راح نتكلم على حدث خاص بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. هو تم إنشاء سنة 61 على ما أعتقد، 61 عدد، ومستمر لغاية اليوم، ووضع الكويت بين مصاف الدول الكبرى المقدمة لأكبر المساعدات الاقتصادية، وأكيد حط الكويت في مركز متقدم جدا بين الأمم. اليوم إذن الحلقة مليئة بالإنجازات، فيها إنجازات وفيها أشياء تخلي الكويت دائما احنا مفتخرين فيها. دائما احنا ايضا في تلفزيون الكويت نحاول نغطي كل هذه الاحداث التاريخيه اللي قاعد تصير. الحدث اليوم يعني هو اللي راح يكون شوي مسيطر على الحلقه، لان كلها الكويت امس تكلموا عن هذا الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي. احنا من بعد الامطار الحلوه اللي دائما تكون كل سنه في هذا التوقيت موجوده بالكويت، بس امانه يعني الرعد اللي بالليل هذا عادي عندك ولا يخرع؟ انا قعدت الساعه 3 من النوم، يعني البرق والرعد اللي كانوا يعني يتسابقون في التوقيت اللي هو هذا، كان ليلة الانتخابات يوم فرز الأصوات، يعني كان جدا شيء جميل. حلو، احنا نبي هالأجواء تقرب للكويت. شيء جميل جدا، ودائما يقولون لما الشتاء يكون يعني في مطر كثيف ولله الحمد يكون الربيع أجمل منه ما فيه، وأكيد هناك كثرة في الخباري. صحيح، فايش رايك نشوف التقرير خبري هذا، ونرجع نتكلم عن تجربه الكويت في الفضاء مع وكاله الفضاء الامريكيه ناسا. We'll be right back.
أسبوعين بدت غيوم المحبة تتجمع وتغطي الكويت، وبعدها نزلت بشرة وديمة أمطار الخير اللي منها تكونت الخباري اللي يستبشر فيها كثير من الناس ويعشقونها لجمال مناظرها. وهي بحيرات تتكون في البر، وهذا شيء ما يصير إلا وقت كثرة الأمطار. أطلق الناس وايد أسماء على هذه الخباري، مثل خبرة الخلة، خبرة أم الزدير، خبرة أم العيش، وخباري العوازم. غير المنظر الجميل والمريح للنفس والأعصاب، لها فوائد بيئية عديدة كتغذية المياه الجوفية وتماسك التربة وغيرها من الفوائد. وما نقول إلا اللهم أدمها أمطار خير، ويا الله يزيده ويرحم عبيده. اليوم في ليالي الكويت، مروان الغانم نائب المدير العام لشؤون العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، عبد الرحمن الفيلشاوي مدير إدارة تنظيم الأسواق في هيئة أسواق المال، خالد السهلي مدير إدارة التداول في هيئة أسواق المال، الدكتور بسام الفيلي عضو مجلس إدارة المركز العلمي. لا مو إذا أنت رشحت نفسك في الانتخابات. نجومية طاغية ما لها حدود، أسماء تمكنت من فرض احترامها على الجمهور، لهم بالوسط الفني وبقلوبنا مكانة كبيرة. حلو، يعني إحنا الحين عندنا مهمة. شنو هي المهمة؟ سمعوني. الفنان القدير داود حسين والنجمة منى شداد ضيوفنا باتشر في ليالي الكويت. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، مشاهدين تلفزيون الكويت وبرنامج ليالي الكويت، معكم أخوكم عبد اللطيف الصالح في فقرة زوم اللي نقابل فيها ناس مو فيس تو فيس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وندق عليهم فيديو كول ونسولف معاهم، لأن تدرون 2020 وجائحة كورونا. اليوم معنا دكتور، دكتور الحين نقول دكتور صح؟ نقدر نقول دكتور؟ والله بعد يعني أول سنة طب. أول سنة والله، أنت لو دارس تمهيدي ولا الحين إنجليزي راح نادك دكتور. دكتور يعقوب حياك الله. الله يحييك، شلونك شخبارك؟ شكرا للفرصة الحلوة. أول شيء شنو الطب تخصصات أكيد صح؟ إينا. أنت شنو تدرس؟ شنو التخصص مال الطب مالك؟ الحين طب بشري أول سنة. تخصصات الطب وكذي بعد 5 سنين. شنو ناوي؟ والله هو شوف أنا توي الحين ببلش المشوار، باقي لي وايد وقت وأتوقع إن راح أغير رأيي. حلو. هم لما نشوف المجال وكذي راح يختلف، بس إن الحين يمكن شيء له علاقة بالقلب، شيء كذي يمكن. بالقلب. حلو حلو. إنزين خلنا نروح على القلب، دام جبت القلب نبي القلب. الكويت، إيش كثر تشتاق على الكويت؟ وشون أكثر شيء تفقده لما تكون ببريطانيا؟ أكيد أول شيء الأهل. أكيد الأهل، أكيد. غير الأهل الكويت جوها حلو، يعني الحين مثلاً بلشت بريطانيا شوي برد، الكويت الحين أحلى شيء، أحلى وقت الحين بالكويت. أحلى جو. إيه صح 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 كلامك. طلعت ويا الربع وكذي، ومثلاً أنا عن نفسي بلندن ما عندي سيارة. إيه. بالكويت في سيارة. أكيد عندك سيارة. ومدام أنت جبت طاري الربع، أنا سمعت إن عندكم دواوين بلندن، بلقاءاتنا السابقة جايبوا لي طاري دواوين وأكثر من دوانية، بعد مو دوانية واحدة حقكم كلكم، لا كل واحد دوانيته. أنت لك بالدواوين ولا لا؟ والله شوف إحنا دفعتي أنا 10 شباب وياي. حلو. تقريبا يعني قبل كورونا كذي كل ويكند كنا نتجمع عند واحد من الشباب. حلو. كان في اجتماعات وطلعات وكذي والحمد لله. يعني مو دوانية يعني يمعة بسيطة، زين أشوى يعني يمعة بسيطة. إنزين شنو الشيء اللي ما عمرك سويته بالكويت ولا يتصوبه ورحت لندن اضطريت تسويه؟ الطباخ. طباخ. أوكي، أنت يبني على النقطة اللي أنا بيها. أول شيء أنا العادة يقولون غسيل هدوم وطباخ، أنا قلت أبيك أنت تقولها.
غسلت هدومه او شيء؟ ايه. طبخت؟ طبخ ايه. السؤال اللي انا ببين لك فيه، لما ترجع الكويت هل راح تغسل هدومك وتطبخ؟ لا. لا لا يعني بس حق الحاجه. لا لما تروح الكويت الاهل موجودين ما يقصرون، فمو لازم يعني. انزين ليش ليش يعني انت رحت برا وغسلت وشيء سهل بالنسبه لك، ليش لما ترجع ما تغسل؟ مثلا بالصيف لما رديت الكويت حلو طبخت مرتين ثلاث مرات. حلو. ما الوالده ما قالت لك ودي اجرب طبخك تطبخها حق نفسك هناك تطبخ لي؟ سويت لها مره باستا وربيان كذي. حلو. مدام مره يعني هي قالت لك خلاص وقف انا اطبخ لك حبيبي قاعد صح؟ هي قالت حلو بس لا تعب نفسك. حلو بس لا تعيدها. شنو تطبخ؟ شنو تعلمت تطبخ؟ انت دكتور عادي الحين المفروض تمزج. شوف قبل كم يوم جربت اول مره اسوي مشبوس لحم. حلو حلو واصل مرحله المشبوس زين. واصل بس انه الحين يبي له كم مره اجرب بعدين راح اضبطه ان شاء الله. لان انت عايش على المطاعم او انك تطبخ حق نفسك ودراسه اونلاين هذه اجواءكم. اي نعم. اي وكلش ربعك ما تشوفهم ما تقعدون مع بعض؟ ربعي اذا ما يكون في حضر كلي اشوفهم وكذي. لا الحين بالفتره هذه الحين كلش ها؟ الحين المفروض انه كلش. لا الله يعينكم والله. الدراسه شلون؟ هل قيت سهلون معاكم فتره الحضر الكلي وكذي ان انتم عندكم لوك داون يتساهلون معكم بهالأمور ولا ها للحين؟ دراسة للحين قاعد يضغطون علينا بس الجامعة قاعد تساعدنا إن في أكثر شيء كلاسات مو لايف يعني تقدر تشوفهم وقت ما تبي تشوفهم. حلو. يعني مثلا أنا بالأسبوع عندي سبع لكتشرات. سبع حصص دراسية شوفهم. حلو. وقت ما أنا بس حلو. في حصتين لا لازم أحضرهم وقت معين. إيه تحضرهم بوقتها وشرح مباشر. حلو حلو. انزين يعطيك العافيه دكتور وراح ناديك دكتور والله. لو للحين ما رحت الجامعه وصل الجامعه راح ناديك دكتور. كافي انك رحت واجتهدت وعندك الطموح هذا الله يوفقك. ابي كلمه اخيره حق مشاهدين تلفزيون الكويت ومشاهدين برنامج ليالي الكويت. اول شيء اتمنى ان استانستوا باللقاء واتمنى انا مستمتع معك وشكرا لليالي الكويت للفرصه الحلوه وما قصرتوا حبيبي. حياك الله ونورتنا. كان معاكم اخوكم عبد اللطيف الصالح بفقره زوم اللي قابل فيها طلبتنا وعيالنا اللي قاعدين برا. نشوفكم ان شاء الله وتشوفون الاسبوع الجاي نفس هالحزه برنامج ليالي الكويت. الى اللقاء. لا مو اذا انت رشحت نفسك في الانتخابات. نجومية طاغية ما لها حدود. أسماء تمكنت من فرض احترامها على الجمهور. لهم بالوسط الفني وبقلوبنا مكانة كبيرة. حلو. يعني إحنا الحين عندنا مهمة. شنو هي المهمة؟ سمعوني. الفنان القدير داود حسين والنجمة منى شداد ضيوفنا باتشر في ليالي الكويت. سابقة تسجل باسم دولة الكويت بإطلاق أول تجربة علمية كويتية إلى محطة الفضاء الدولية بهدف توصيل الإمدادات لرواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية. دكتور بسام الفيلي عضو مجلس إدارة المركز العلمي والطالب عمر قمورية العضو الرئيسي في فريق الطلبة اللي عمل التجربة والطالبة حوراء ميرزا الفايزة في تصميم شعار المهمة الفضائية. الحين في ليالي الكويت.
حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا. ومثل ما شفنا في بداية الحلقة عبد الله، شفنا انطلاق صاروخ المكوك الفضائي، شفنا على الهواء هذا انطلاق اللي قلنا كان الساعة 7 أمس واليوم مثل ما قال لنا ضيفنا العزيز الدكتور بسام الفيلي إن تم الالتحام، وراح نتعرف الحين على التجربة الكويتية اللي يخوضها عدد من الطلبة والطالبات اللي درسوا عندنا بالكويت، ومنهم كويتيين أكيد. فباسمكم نرحب بالدكتور بسام الفيلي، عضو مجلس إدارة المركز العلمي، والطالب عمر قمرية العضو الرئيسي بالفريق الخاص بالطلبة اللي قاعدين يشتغلون على هذه التجربة، وهو كندي من أصل لبناني عايش بالكويت ودارس بالكويت، وأيضا الطالبة حوراء ميرزا طالبة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وهي الفائزة بالتصميم الخاص بشعار المهمة الفضائية اللي إحنا قاعدين الحين ومتشرفين بارتداء هذا الباج اللي يحمل تصميم حوراء. مساكم الله بالخير وحياكم الله. مساكم الله بالنور، مشكورين على الاستضافة، حياكم الله. اكيد الكويت كلها يعني تكلمت امس واليوم، وهاشتاج يمكن بتويتر فعال لهذه التجربه العلميه. خلينا نبدا معك دكتور بسام، نتكلم عن هذا الحدث التاريخي اليوم اللي يخلي الكويت من ضمن اكيد الفضاء. نعم، هو احنا طبعا دورنا تشجيع الشباب على الدخول في المجالات العلميه والتكنولوجيه ونشر الثقافه العلميه، تشجيعهم على البحث العلمي. فقلنا احنا شلون ممكن نجذب الشباب عندنا في الكويت لعمل شيء مميز وتاريخي. فقلنا انسب شيء ان احنا نتواصل مع وكاله فضاء امريكا ناسا ونرتب معاهم فرصه للشباب في الكويت انه يطلقون تجربه علميه للفضاء باختيارهم هم. هم يختارون التجربة، وهذا طبعا دليل على أن المجال وصول الفضاء صار سهل جدا بالنسبة للسابق، وإحنا ودنا نثبت الشيء هذا، أن يعني طلبة في مرحلة الثانوية قدروا أن يرسلون تجربة علمية من الكويت إلى الفضاء. اللي سويناه طبعا مسابقة على مستوى الكويت، انفتحت المسابقة لكل المدارس سواء مدارس القطاع الحكومي أو مدارس القطاع الخاص، المرحلة الثانوية ومرحلة الجامعية، وتقدموا الطلبة بأفكارهم، وكوننا لجنة تحكيم من خبراء من جامعة الكويت ومن وزارة الصحة عساس يختارون أنسب فكرة اللي ممكن إحنا نقول إن هذه تجربة من الكويت ترفع علم الكويت في الفضاء. فتم اختيار فريق عمر وملك، وبدينا معاهم الرحلة. فهي الرحلة يعني الحين اللي صار أمس واليوم هذا تعتبر أحد المحطات. الرحلة بدأت من بداية السنة، من تقريبا شهر 3 بدينا معاهم. طبعا يعني ما حالفنا الحظ مع كورونا، ولكن ما وقفتنا، بدينا نجتمع عن طريق التواصل الاجتماعي أونلاين ميتينجز. فكنا بشكل أسبوعي نجتمع مع الطلبة ونجهزهم مع المرشدين العلميين من جامعة الكويت، إلى ما وصلنا مرحلة اللي جامعة الكويت اسمحت للطلبة أن يدخلون المختبرات ويبدون يسوون التجارب في المختبرات للتحضير للتجربة. بعدين وصلنا مرحلة اللي إن إحنا جاهزين عساس نوديها وكالة فضاء أمريكا ناسا. طبعا عرضنا الموضوع عليهم ودرسوا الموضوع وافقوا على التجربة، وبعدين تم ارسالها لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وامس تم الاطلاق الى محطة الفضاء الدولية. اليوم صار الالتحام، وان شاء الله خلال يوم او يومين يبدون ينقلون الاغراض من المركبة الفضائية الى داخل المحطة الدولية، وبعدين احد رواد الفضاء راح يقوم بالتجربه بالنيابه عن الطلبه في الكويت. عاد هذا كله ان شاء الله متصور ومتسجل ان شاء الله. اي نعم اي نعم اي نعم، في تصوير. يعني الصراحه احنا مبسوطين جدا بوجود الطلبه المشاركين بهذا البحث. عمر يقولون دائما لكل واحد من اسمه نصيب،
وانت يعني قمرية وطالع الفضاء وياي من دي رجارة القمر، يعني من كل النواحي انت مفروض انك تكون موجود بالفضاء مع رواد الفضاء اللي موجودين الحين هناك. وان شاء الله one day ان شاء الله نشوفك موجود. كلمني عن البحث اللي سويته انت وملك وشنو هو بالضبط، خلينا نفهم البحث هذا شنو راح يكون. اوكي، نحن بدينا شغلنا من سنة وقت ربحنا المسابقة، وصممنا الكثير من البحوث حتى نقدر نسويها بجامعة الكويت. والبحوث هو بحثنا الكبير هو عم نجرب نشوف إذا بكتيريا الإيكولاي اللي بتقدر تستخدم ثاني أكسيد الكربون كمواد حتى تقدر تخفف نسبتها وتأخذ غذاء منها، إذا تستخدم ثاني أكسيد الكربون أحسن بالفضاء أو على الأرض. وهي التجربة أهم شيء، إنه مهمة للكويت وللعالم كله، لأن عم نشوف التلوث البيئي وعم نخفف نسبة التلوث البيئي. نحن هذا بحثنا، بدنا شيء للبيئة. أنا يعني من يعني شلون هذا البحث راح يساهم بتخفيف الجلوبال وورمينج اللي قاعدين نتكلم عنه، والش يسمونه تغير المناخ، تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض. وبعدين إذا نجحت بإذن الله التجربة هذه، شلون ممكن نستفيد منها؟ يعني هل راح نطلع البكتيريا دائما للفضاء علشان نكثرها ونرجعها لكوكب الأرض، ولا شلون؟ نحن تجربتنا يعني هي للكلايمت تشينج. اكيد الكلايمت تشينج هو شيء كثير مهم، واذا نحن ما بنعرف شو حيصير، بس بنقول انه حتزبط اكثر بالفضاء. اذا بتزبط اكثر بالفضاء بدنا نعمل شيء، نشتغل مع المحطه الدوليه دوليه الفضاء الاي اس اس ونعمل شيء مع البكتيريا هيك نقدر نكثرها عندهم. او بس اذا هي احسن بالارض حنعمل كثير بحوث اكثر، يعني هذه ستيب 1 لان هذه يعني شيء كبير بالعلم، بالعالم العلمي. سو الحين ما ندري شو حيصير، بس يعني تنطر النتائج لتوصل وترد الكويت اللي راح نتكلم عن تفاصيلها ان شاء الله بعد شوي. حواء، لما عرضوا عليك الموضوع مع الطلبه المشاركين في هذه الفكره، انت صممتي الشعار الخاص بهذه التجربه العلميه، كلمينا شوي عنها، شلون اخترتي هذه الالوان، هذه الرسومات؟ 15 سنة. إيه ما شاء الله، العمر كله. تفضلي. إياكم يا رب. في بداية شهر 4 عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي قريت خبر أن المركز العلمي وشركة الفضاء المداري أطلقوا مسابقة، واللي هي تصميم شعار أول تجربة علمية من الكويت سترسل لمحطة الفضاء الدولية. وكانت مفتوحة لجميع الطلبة بالكويت سواء كانوا بالحكومة أو الخاص، وحبيت أشارك، قلت أنه مو خسرانة شيء، خلي أجرب. أنا عندي مجال بسيط بالتصميم، فقريت الشروط اللي كانوا يبونها، واللي هي أن الشعار يحتوي على اسم التجربة، اسم الجهات الداعمة، رقم مركبة اللي حملت التجربة هذه، وأيضاً الدفعة اللي كانوا رايحين لها رواد الفضاء، وألوان محددة اللي هو كانت ألوان المركز العلمي وأيضاً شركة الفضاء المداري، ولازم يكون فيها علم الكويت. فاخترت 4 ألوان اللي هما ألوان علم الكويت، خليته كله أبيض وأسود، اسم الطلبة كان بالأحمر، وأيضا حطيت فيه علم الكويت، كان فيه رمز البكتيريا اللي هو بالنص، وأيضا حوالينا شركة اللي هو مدار الاي اس اس محطة الفضاء الدولية، وحطيت داخل البكتيريا رقم 1 إن هي أول تجربة علمية من الكويت عشان يكون مميز، وذكرت فيه أسامي الطلبة، وأيضا حطيت رمز اللي هو ثاني أكسيد الكربون عشان يكون واضح نوع اللي راح تنمو فيه البكتيريا، وايضا كتبت حوالينا المعلومات. حلو حلو. انا قاعد اقول لك قبل الهوا يعني الباتش شويه مليان معبى، يعني في تفاصيل كثيره. صحيح. دكتور. صحيح. بسام. ونحس انه هو اكبر من عمرها، اسم الله عليها. يعني الله يحفظها. هو الهدف من الباجه هذه كانه يقول قصه المهمه الفضائيه بأقصر بلوحة. وقت. إيه نعم، بلوحة فنية. طبعاً حتى من ناحية العلمية الوضع المدار
هذا علميا صحيح. يعني حتى طريقه المدار تم طريقه علميه. ما شاء الله عليها عارفه كل التفاصيل. شلون عرفته يعني الحين موضوع عن البكتيريا واحنا قاعد نحاول نبسطه خلال الحلقه حق الناس ونعرف شنو هو، انت شلون دخلت التفاصيل هذه كلها في التصميم؟ صراحه هو التصميم ما طلع بشكل سهل، كان على مدى ممكن 5 شهور. التصفيات الاولى كانت في شهر 5، تواصلوا معنا عن طريق البريد الالكتروني وقالوا ان مو بس صممتوا يعني شعار الاول، لا نبيكم تكتبون قصه، شنو الرموز اللي اخترتوها، ليش اخترتوا هالالوان. فكتبتها وصراحه ما كنت متوقع اني افوز، لان كانت لجميع الطلبه بالكويت، وكان ممكن ان يشاركون طلبه بالجامعه دارسين التصميم يكونون احسن مني، بس الحمد لله قدرت ان اتخطى التصفيات. واخر شيء دقوا علي قالوا لي اني فزتي، استانست صراحه. حلو حلو. وين كاتبه اسامي الطلبه؟ هذه اللي بالاحمر قولي لي اياهم. عمر عمر وملك وملك وكايل كايل واللي هو جونها جونها. هذول الطلبه عايشين بالكويت الاثنين الثانيين؟ كلهم في يدرسون في المدرسه الامريكيه في الكويت. حلو حلو. ودكتور يعني واحنا قاعدين انا شايفه السعاده اللي يعني مرسومه على وجهك والفخر اللي انت حاس فيه لانتاجات طلابيه تمثل الكويت بشكل مهم جدا. ايش كثر لما توصل لمرحله ان شايف تعبكم قاعد يجسد بشكل عالمي؟ نعم. طبعا انا كلي فخر وسعاده. يعني الموضوع هذا طبعا خذ وقت طويل على ما رتبنا له وجهزنا له، ويعني اكيد هم عارفين شلون كنا نجتمع معاهم بشكل اسبوعي، ومرات يعني حتى نحاول نحطهم تحت ضغوط على اساس نعلمهم شلون ان ترى في عالم البحث العلمي الشيء ما هو سهل، يعني مو مثل اللي بس انه يتعلمونه بالمدرسه، لا راح يواجهون صعوبات، لازم يكونون سريعين في حل المشكلات، لازم يتعاونون كفريق، يشتغلون مع بعض، واحد يساعد الثاني. فكل هذا يعني خليناهم يمرون بالتجربه هذه. طبعا بالنسبه لنا تعب وايد، ولكن يعني لما نشوف ان هم اهتموا في الموضوع هذا والحين يعني صار عندهم المعرفه والخبره ان يسوون تجارب علميه، هذا كافي يعني بالنسبه لنا، يعني اكبر خلينا نقول ريورد بالنسبه لي. اهم جائزه هذه اكيد. نعم. أكيد بعد هالتعب. وعمر كلمني عن دراستك، انت خريج اي ثانويه والحين ملتحق باي جامعه وشنو تخصصك؟ انا تخرجت ب 2020 من المدرسه الامريكيه بالكويت، وانا هلا باول سنه جامعه اسمها كولومبيا يونيفرسيتي، هي بنيويورك سيتي. وتخصصي يعني بعد ما قررت، بس اكيد حامل شيء للبيئه. البيئه يعني شغفي من وقت انا صغير، البيئه شغفي، سو اكيد حامل شيء مع البيئه. وعم فكر بين اكونومكس وبوليتيكال ساينس انترناشونال ريليشنز يعني مع البيئه. ما توقعت انا كلش، انا قلت رايح على العلوم او الطب او البيولوجي. احتمال الطب احتمال، بس يعني بعد undecided. حلو. يعني انت بديت عمر مع التجارب العلميه الحين من الكويت قبل لا تدخل الجامعه وقبل ما تدخل في الميدان النظري والعملي اكثر. لما اجتمعت ويا الطلبه اللي معاك في هذه التجربه، شنو التفاصيل اللي صارت؟ شلون عرفتوا مثلا هذه المعلومات الخاصه بالبكتيريا بالقولون بالاشياء الدقيقه شوي نبسطها حق المشاهد اللي قاعد يطالعنا؟ يعني بخبركم عن البروسيس تاعنا. اول شيء الفكره. صح، الفكره منبتها. نحن سمعنا عن المسابقه التجربه في الفضاء من المركز العلمي باوربيتال سبيس من مدرستنا. انا وملك يعني بكل صفوف البيولوجي كيمياء كل شيء مع بعض دائما بنعمل بروجكت سوا، عرفنا انه بدنا نعمل فريق وندش بهذه المسابقه، لانه يعني مسابقه كبيره تاريخيه، اول مره الكويت تطلع على الفضاء. وبدينا الريسيرش، نروح ريسيرش بيولوجي كيمستري، نضلنا ساعات على اللابتوب، ارتكل ريسيرش بيبر، عم نقرر انه شو الموضوع اهم شيء لنا. اخر شيء ملك تحب كثير البيولوجي المايكروبيولوجي، انا بحب البيئه، اجتمعتوا على البكتيريا اللي بتفيد البيئة. حلو.
دكتور بسام، بتكلمنا عن موضوع الأبحاث وأفكارها. هي أكيد يعني إحنا عارفين أن حتى في دراسة مثلا أي تخصص دكتوراه، رسالة دكتوراه، دائما يكون في شخص مشرف على هذه الرسالة. صحيح. كلمني عن الإشراف على هذا البحث، وشنو الأشياء اللي حاولتوا تقوونها في أماكن حسيتوا فيها يعني دروب نوعا ما. صح صح. فإحنا عساس نضمن أن البحث العلمي يكون بطريقة سليمة، تعاوننا مع جامعة الكويت، ففي عندنا دكتورة ليلى فالي، بروفيسورة في العلوم الأحياء، فهي تخصصها دراسة البكتيريا. حلو. فهي طبعا ما قصرت مع الطلبة، تطوعت تطوع تام أن هي تشرح لهم، تساعدهم في فهم العملية نمو البكتيريا، تدربهم على شلون يتعاملون مع البكتيريا، أشرفت على التجارب بشكل عام لحد ما أرسلنا التجربة إلى أمريكا لإرسالها للفضاء. فطبعا في عندنا يعني فريق غير دكتورة ليلى، في عندنا ندى الشمري وسحاب الشمري وفضة المسلم، فهو في عندنا فريق خلينا نقول وراء الكواليس اللي قاعد يرتب يعني الأمور اللوجستية للترتيب لهذه الفعالية. لأن احنا مثل ما قلنا يعني بدينا احنا من أعلننا عن المسابقة في شهر 10 2019. نعم. فيعني طول الفترة هذه للترتيب لها تحتاج فريق. يعني شنو القادم؟ القادم طبعا الحين الليلة هي التحمت المركبة الفضائية مثل ما قلنا بالمحطة الدولية. إن شاء الله خلال الأيام القادمة راح رواد الفضاء يبدون يقومون بالتجارب العلمية. التجربة هذه راح تظل فترة 35 يوم في الفضاء، بعدها راح ترجع المركبة الفضائية مرة ثانية للأرض، وتجربة الكويت راح ترجع مرة ثانية للكويت إلى مختبرات جامعة الكويت، بحيث يتم مقارنة العينة اللي راحت الفضاء مع العينة اللي الحين موجودة في جامعة الكويت لدراسة الفرق بيناتهم، وبعدين تحديد النتائج اللي هل تأثير الفضاء تأثير إيجابي ولا تأثير سلبي على البكتيريا هذه. حلو. عمر تبي تقول شيء في نهاية اللقاء؟ أكيد أنت وايد منتظر اللحظة هذه اللي يرجع البحث العلمي داخل الكويت وتشوف النتائج هذه، شنو تبي تقول في النهاية؟ أنا يعني وايد مستانس ويعني مفخور إنه قدرت أبعت أول تجربة من الكويت للفضاء، وصراحة يعني نحن عنا شغف البيرسونال، بس كان عنا مهمة إنه نفيد المجتمع. الإنسانية. Exactly. لمجتمعنا بالكويت ولمجتمعنا بالعالم كله. حلو. وأنا يعني بس هيك كل الطلاب وكل حتى مش الطلاب، كل العالم إنه بس نشتغل مع بعض حتى نحسن مجتمعنا. الروح الحلوة راح توصل أكيد حق كل أهل الكويت منك. نعم. عمر، من الطلبة اللي اشتغلوا على هذا الموضوع، لأنه حدث خلى الكويت تدخل لعالم الفضاء. حوراء، هم أنت مشكورة على مشاركتك معاهم. 15 سنة صغيرة. لابسة ناسة. بعد أنت صغيرة واشتغليتي وقت الكورونا ويمكن. نعم. وقت الأونلاين، وشفتي يعني هذه الأجواء وكملتي في مجال جديد خاص بالتصميم. شنو القادم بالنسبة لك؟ ان شاء الله راح استمر، راح اطور من نفسي، راح ادش ورشات وراح ادش دورات في مجال التصميم. وايضا يعني قبل ان اختم حابه اني اشكر الدكتور بسام، ما قصر صراحه، طول الوقت كنا قاعد نتواصل معه، يعني سهلوا لي الفكره مالت اللي هو التجربه عشان اسوي الشعار هذا، وايضا المركز العلمي وشركه الفضاء المداري ومدرستنا مركز صباح الاحمد الموهبه والابداع، سهل لي يعني هالشيء بشكل كبير، ادعموني كرموني الحمد لله. وحابة أقول حق شباب الكويت، لا تستهينون بأفكاركم، يعني شاركوا حتى لو ما كان عندكم توقعات أنكم تفوزون، لأن شرف المحاولة هو بروحه فوز كبير، وإن شاء الله نقدر نبني وطننا من مشاركاتنا هذه. وتبلين يا حوراء، الله يحفظك إن شاء الله ومنها الأعلى يا رب. ومشاهدينا يعني صدق فخر كبير إن إحنا نشوف الطلبة الكويتيين أو الغير كويتيين، لكن هذا إنتاج المدارس عندنا بالكويت، وهذا إنتاج المركز العلمي وأيضا مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. ونتمنى إن شاء الله يا رب التوفيق دائما، ودائما نرفع علم الكويت في كل المحافل على كوكب الأرض
وبالفضاء ايضا ان شاء الله يا رب. بعد شوي راح يكون لنا لقاء مختلف وموضوع ثاني خاص بصندوق الكويتي للتنميه مع الاستاذ مروان الغانم، خلكم معانا بعد هالفاصل. الاستثمار العقاري خارج الكويت وتفادي عمليات النصب العقاري وتوعية المشاهد بالخطوات السريعة. لا، مو إذا أنت رشحت نفسك في الانتخابات. نجومية طاغية ما لها حدود، أسماء تمكنت من فرض احترامها على الجمهور لهم بالوطن. التزمت الكويت بمبدأ الإنسانية خلال مسيرتها من بداية إنشاء مؤسسة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بسنة 1961. يعتبر صندوق التنمية هو أول تجربة عربية للتنمية بتمويل المشاريع ورغبة سامية لرفعة اسم الكويت ضمن المساعدات الإنسانية. وبمناسبة ذكرى إنشاء الصندوق، الحين ويانا مروان الغانم نائب المدير العام لشؤون العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. يعني بعد الإجازة رايقين يعني، يعطيكم ألف عافية، خوش مقطوعات موسيقية. قواكم الله. أكيد رجعنا معكم مشاهدينا، ومثل ما عرفتوا معنا بمناسبة ذكرى إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بنرحب بالأستاذ مروان الغانم نائب المدير العام لشؤون العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. يا هلا مرحبا فيك أستاذ مروان، رحب فيك في لال الكويت. حياك الله. حياك الله أخت غادة، وحيا الله المشاهدين الكرام. يا أهلا وسهلا بحضرتك، وسعداء جدا بأن تكون معنا اليوم نحتفل مع بعض بالذكرى الخاصة بتأسيس الصندوق الكويتي للتنمية. وفعلا يعني من سنة 61 لغاية اليوم دائما محتل الصدارة في مساعدة كل الدول المحتاجة. فحابين في البداية ناخذ منك كلمة توصف لنا شعورك بعد هالعمر الطويل في ممارسة هذا العمل الاقتصادي الرائد. والله عمر طويل، قلت يعني سيادتي مجروحة في الموضوع. يمكن الوظيفة هذه قضيت عمري فيها كل الصندوق تقريبا 35 سنة، يمكن هي اللي علمتني فعلا الحمد والشكر على نعمة الخير والأمان اللي حنا فيها بالكويت، خصوصا لما الواحد يشوف دول العالم والأوضاع سواء السياسية أو الاقتصادية الموجودة فيها.
والخير اللي الله حب فيها الدولة هذه في ظل القيادة السياسية وأسرة الخير الموجودة. أبو عبد الله، يمكننا بنتكلم على اللبنة الأولى من 59 سنة لما بعد استقلال الكويت تم إنشاء هذا الصندوق، وكان قبلها يعني بالخمسينات أيضا كان للكويت دور ريادي في المنطقة العربية للدول المحتاجة. خلينا نتكلم على اللبنة الأولى اللي تم وضع أكيد الصندوق الكويتي للتنمية. شوف أخي عبد الله، مثل ما ذكرت أنت، يمكن اللبنة الأولى هي امتداد لقصة أنا صراحة أسميها، يعني أنا نفسي اكتشفتها بعد فترة لما كنت أطلع على أوراق أقول لك عنها. الكويت في ظل المجتمع التكافلي الموجود كان هناك ما يسمى بلجنة المساعدات في الخمسينات، كان هدفها وهي خليط ما بين ذاك الوقت كان نقول الدوائر الحكومية الموجودة وقطاع الأهلي بتقديم المساعدات بالذات لما يسمى في ذلك الوقت في دول أو إمارات الساحل المهادن اللي هي نواة دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر واليمن، ذاك الوقت كان اليمن في شقين. هذه اللجنة امتد عملها إلى بعد الاستغلال، وحتى أعتقد إذا ما أخانتني الذاكرة تبناها المغفور للشيخ صباح الأحمد جابر صباح عندما كان وزير للإعلام بعدين وزير الخارجية، اللي أصبحت هيئة ما يسمى بهيئة الجنوب والخليج العربي. نعم. هذه الهيئة امتدت لغاية 92، يعني كان لها تواجد، تكفلت في إنشاء المدارس والمراكز الصحية في دولة الإمارات في ذلك الوقت. يمكن بعد بالتلفزيون تذكرون كان أول بث بدأ في دولة الإمارات في ذلك الوقت في إمارة دبي، كان تلفزيون الكويت من دبي. فهذه الهيئة هي اللي كانت يمكن نواة العمل التنموي لدولة الكويت ما قبل الاستغلال. وبعدين بعد الاستغلال المشرع في ذلك الوقت ارتأى أن الكويت الله حباها في خيرات كثيرة النفط، فكانت الفكرة الأساسية أن جزء من هذا الخير يعم على بعض الدول العربية الشقيقة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. ومن هنا أتت تسمية صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، لأن في البداية كان نشاطنا ينصب فقط على الدول العربية، وبعدين الحمد لله توسعت الأعمال الصندوق حتى بال92 دمجت الهيئة في الصندوق الكويتي وتوسعت أعمال الصندوق بحيث أصبحنا اليوم نغطي تقريبا 107 دول على مختلف بقاع العالم. نعم، العالم بصورة عامة يشارك في مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية ولا فقط للدول اللي محتاجة، يعني الدول النامية مثل ما نسميها؟ لا، احنا شوفي، الصندوق يمكن يعتبر أول مؤسسة تنموية في دول العالم الثالث إذا ما نسميه. أساسا يقدم مساعدات للدول النامية اللي هي محتاجة للعون الفني والمالي لإنشاء مشاريعها. طبعا كصندوق الحالة ما يقدر يغطي كافة الاحتياجات، دائما احنا تمويلنا للمشاريع يكون بالتشارك مع سواء المؤسسات العربية الشقيقة مثل الصندوق السعودي، صندوق أبو ظبي، البنك الإسلامي، صندوق قطر، وفي نفس المنوال مع المؤسسات الدولية أو الإقليمية مثل البنك الدولي، البنك الأفريقي، والمصرف العربي في السودان. نعم. جميل جدا. لما نتكلم يعني عن هذا الصندوق، دائما الناس يعتقدون بأن صندوق الكويتي للتنمية يقدم هبات أو أموال لهذه الدول، وهي الفكرة يمكن على عكس هالكلام. نحن بنبين فكرة الصندوق بشكل مبسط أبو عبد الله. هل هذه الفلوس هي مثل بنك؟ هل هو قرض يقدم راح في أرباح ترجع بالمقابل، ولا هي مثل ما الناس تعتقد أنها هبات ورايحة؟ لا بالعكس. شوف، احطها برقه الارقام يمكن افضل تبين، يعني صحيح. اذا الصندوق براس المال انشئ براس مال 50 مليون وتطور هذا راس المال الى ان اصبح راس المال معلن 2000 مليون دينار كويتي، على اساس حكومه الكويت تدفع جزء من راس المال على مدى سنوات. لغايه تقريبا منتصف الثمانينات بلغ اجمالي ما دفعته حكومه دوله الكويت للصندوق كراس مال 900 مليون من اصل 2000. اليوم هذه 900 مليون أصبحت 5000 مليون دينار كويتي. نحن في مجال تقديم التمويل التنموي للمشاريع هناك عائد عليها، هنا ما نقول أرباح، نقول إيرادات سنوية، مؤسسة غير ربحية. ف
فبالعكس ماكو الهبات اللي تعطى اما ان لاعداد دراسات جدوى وهي تعتبر مبالغ بسيطه، او بيكون مثل التدخل في النداءات الانسانيه مثل الكوارث والاحتياجات الاخرى. في نفس الوقت الصندوق يقوم باداره المساعدات اللي تقدمها حكومه الكويت دوله الكويت في بعض الحالات. هناك اعلان او التزام دوله الكويت لتقديم منح او هبه لمشروع ما سواء انساني او كوارث او اي شيء يكلف في اداره الصندوق الكويتي. جميل جدا. اذا هي تنميه اقتصادية وأيضا إنسانية. راح نشوف هذا التقرير معاكم مشاهدينا ونرجع نكمل حوارنا. تنوعت المساعدات لجميع الدول العربية بداية، وامتدت لآسيا وأفريقيا وباقي دول العالم. وبهذه المساعدات اكسبت الكويت صداقات سياسية بنية صادقة وبعملها الصادق المثمر. فمؤسسة التنمية اطلعت من بلد صغير بس بأداء كبير من ناحية المشاريع التنموية لباقي الدول، ومنها مشاريع قطاع التعليم ومشاريع القطاع الصحي ودعم النازحين بتوفير الخدمات التعليمية والمعيشية والغذائية. كما اتجه الصندوق إلى تعزيز مسؤوليته الاجتماعية محلياً بمساهمته في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية داخل الكويت. أستاذ مروان، بعد ما شفنا هذا التقرير يعني وهي لمحة بسيطة جدا عن المشاريع اللي قاعدين تتخصصون فيها، حابين نعرف يعني بما أن الصندوق له مساهمات إنسانية وإحنا عايشين ما زلنا يعني صار لنا سنة الحين في جائحة كورونا، شنو كان توجه الصندوق الكويتي للتنمية في مساهماته يعني التخفيف نوعا ما عن بعض الدول اللي ضررت بشكل كبير؟ طبعا صدقين صارت سنة، تخيل على يعني 2020 ما مرت علينا. اي والله. شو عزيز اختي قادة، الموضوع جائحة كورونا مثل ما تذكرون شيء جيف وجائي بالنسبة لنا، فكان هناك اتجاهين، اتجاه محلي واتجاه خارجي. الأساسي كعمل صندوق الكويتي هو الاتجاه الخارجي، حاولنا قد ما نقدر لأن الموضوع كان فجائي وما السفر ما الواحد ما يقدر يسافر ولا أي شيء، فحاولنا في إطار المبادرات الدولية خصوصا مجموعة العشرين أن نعمل تخفيف فيما يخص سداد الديون. عندنا الفترة من 1/5/2020 إلى 31/12/2020 هي الفترة الأساسية في جائحة كورونا. العالم كله وقف اقتصاديا ماليا على اللي تسمينه أنت، فكان هناك مبادرة في مجموعة العشرين بتخفيف عبء الدين على الدول النامية خلال الفترة هذه، بحيث أن تم تأجيل كل المستحقات بإعادة جدولتها على مدى 4 سنوات قادمة مع سنة إمهال. جميل. هذا على المستوى الدولي. على المستوى المحلي بتوجيهات مجلس إدارة الصندوق على رأس الأخ معالي الدكتور شيخ أحمد ناصر صباح، الصندوق الكويتي خصص مبلغ 30 مليون دينار كويتي لجهود مكافحة جائحة كورونا المستجد، حول منها 15 مليون لصالح الصندوق المنشأ من مجلس الوزراء الموقر. فهذه هي العجالة يعني تقريبا ما حدث في الكورونا. يمكن خلال حديثك ايضا استاذ مروان تكلمت ان للصندوق مجالات داخل الكويت، فودي لو نتكلم عنها يعني داخل الكويت شنو المجالات اللي تم منح الصندوق لها مساعدات؟ اخوي عبد الله على الصعيد المحلي إذا تكلم في إطار الاقتصاد المحلي، الصندوق في إطار مشاريعه لا تأثير فيما يخص قطاع المقاولات والمكاتب الاستشارية. يحرص الصندوق على أن يكون هناك هامش أفضلية للمقاول الكويتي والمكتب الاستشاري الكويتي في كافة مشاريعه. هذا موضوع يعني موجود منذ يعني تقريبا يمكن بداية الثمانينات، كان نحرص أنه دائما مشاريع اللي يمولها الصندوق الكويتي في الخارج
في طبعا في إطار القوانين اللي تسمح فيه الدولة المعنية أن يكون هناك مشاركة للمقاول الكويتي والمكتب الاستشاري الكويتي. على الصعيد المحلي هنا عندنا يمكن 3 أو 4 نقاط أساسية. عندنا برنامج مع إدارة الإعلام خاص في الطلبة الكويتيين المتفوقين اللي هو نسميه برنامج كل المتفوقين. الفكرة الأساسية أنه نعرف النشأ الكويتي على نشاط الصندوق الكويتي. فعندنا برنامج ابتدى أعتقد من 2010 نأخذ المتفوقين في احنا ترى احنا من الوقت اللي الحين النظام الدرجة 11 اعتقد فصل 11 عندنا 11 يعني من الثانوية بحيث ان المتفوقين ناخذهم الى بعثات ناخذ الطالبات مجموعة والطلبة مجموعة في يشوفون يزورون نختار كل سنة نختار مشروع من مشاريع او بلد من البلدان اللي ممول فيها الصندوق الكويتي ناخذهم هناك يتعرفون على البلد يتعرفون على نشاط الصندوق الكويتي الموجود هنا. عندنا الشق الثاني عندنا موضوع برنامج تدريب المهندسين حديث التخرج. هذا البرنامج أنشئ منذ من أعتقد 2004 للمهندسين. كل سنة تكون عندنا تقريبا دفعتين من حديث التخرج يدشون في برنامج تدريبي يساعدهم على أساس القطاع الخاص. تعرف حديث التخرج يروح القطاع الخاص تكون فيه هناك آخذك ما آخذك بحتاج أصرف عليك تدريب ما تدريب إحنا موفرين هذا الشيء بحيث أن المجموعة تأخذ حاصلها في التدريب. سواء طبعا إحنا نتكلم قبل الكورونا بالكورونا الحين عندنا دورة مسوينها أونلاين بس الأصل إن عندنا دورة تصير أو الدورات تصير يتدربون داخل الكويت اللي يسمونه إن هاوس وفي وجزء بعدين يطلعون يروحون سواء أمريكا وفي بعضهم ترى خذوهم مكاتب خارجية يعني في بعض أثبتوا جدارتهم واشتغلوا في هذه المكاتب الخارجية. أرسلناهم بعث دورة تدريبية في مثلاً على سبيل المثال في شركة ما والشركة تكتشف أن الشخص هذا يعني يفيدها عنده كفاءة فيأخذونهم بعد عندنا موضوع قطاع الإسكان يمكن أكبر برنامج عندنا الإسكان داخل الكويت. داخل الكويت يعني ساهمتوا في حل المشكلة الإسكانية دعم القطاع الإسكاني داخل الكويت حلو. عندنا أول شيء مع بنك الائتمان كان قبل يسمونه بنك التسييف والادخار عندنا سندات مصدرة لصالحنا ب 500 مليون دينار كويتي على مدى 20 سنة لدعم البنك نفسه. عندنا تطبيقا للمرسوم ما يصل إلى 25% من صافي إيراد سنوي للصندوق يحول إلى مؤسسة العامة للرعاية السكنية سنويا. فالآن يعني حجم المبالغ التي تم تحويلها حتى الآن للرعاية السكنية تقريبا 370 مليون دينار كويتي. جميل جميل. نعم. يعتبر يعني تعرف كم نسبته من نسبة الإجمالي الخاص ببنك الائتمان؟ البنك الائتمان 500 مليون يعني كم النسبة اللي أنتم ساهمين فيها من المجموع الكلي؟ والله لما يقدم لا ما عندي مع الأسف ما عندي المبلغ. نعم. يمكن يعني أستاذ مروان في علامات بارزة للصندوق كانت برا الكويت ويمكن بين فترة والثانية إحنا نسمع عن هذه الإسهامات. لما صار قبل فترة انفجار بيروت يعني هذه الأيام الصعبة اللي كانت على بيروت إحنا سمعنا عن الصوامع اللي كانت في مرفأ بيروت. نعم. وأن الكويت هي كانت عن طريق صندوق التنمية. خلينا نتكلم على هذه المشاريع وشنو أهم المعالم اللي موجودة في بعض الدول اللي يمكن كثيرين ما يدرون عنها. خلينا نبتدي بصوامع القلال. صوامع القلال هو هذا تقريبا مبنى أنشئ بال 68 يعتبر كان ثاني قرض يقدم الصندوق للجمهورية اللبنانية. الناس يمكن تفاجأت فيه طبعا هو ميزته أنه لما صار الانفجار رغم أن تهدم هو المبنى الوحيد إذا تذكر كان قائم واقف مع أنه مهدوم بس قائم حمل جهة الخلفية خلف المباني اللي خلفه. القيادة السياسية ارتأت أن يقوم صندوق بتقديم العون لإعادة بناء هذا المعلم
حسب المعلومات الواردة عندنا حد الآن في هناك دراسة عدوها الفرنسيين للأضرار، المبنى أصبح جدا متهالك حتى الأساسات والموقع. فكصندوق كويتي أعلن راح نعيد بناء الصوامع بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي. باتصال أخير محتاج احتمال، يعني لأن الدراسة فادت أن الموقع أصبح غير صالح، الأساسات كلها متهالكة. فالآن في مفاوضات مع الجانب اللبناني على أساس تقديم منحة لإعداد دراسات كاملة للمبنى والموقع نفسه. احتمال راح يكون يعني الفكرة الأساسية راح يكون في الميناء صوامع قلال ولكن في موقع آخر، وهذه الدراسة راح تقوم. بالنسبة للمشاريع شهادة يعني كلها مشاريع، احنا نبي أشهر المشاريع اللي عندنا. من المشاريع اللي أنا فعلا اعتز فيها لأن صارت معاي من البداية، عندنا مشروع سد مروي في السودان، عندنا كمان مشاريع المطارات في مختلف الدول، سدود في المغرب والطرق في المغرب، في محطة القطارات في صربيا عندك. احنا عرفنا ان ايضا لكم مشاريع بالصين اشتغلتوا فيها. الصين نعم، الصين حنا كنا اول دولة، صندوق الكويتي كالكويت اول دولة توقع اتفاقية غراب دولية مع الصين في 82 لما كنت مخطئ. طبعا ذاك الوقت كان الصين بعدها ما انفتحت، كانت الصين معروفة الصين الشيوعية. واستمرينا على هذا المنوال لغاية ما بدا الانفتاح الاقتصادي في الصين، والصين اصبحت الصين بالقياسات المعتادة. خلاص الصين الحين يسألون ليش تعطي الصين وهذا، ولكن بناء على طلب القيادة السياسية للصين من القيادة السياسية الكويت انه احنا صح اصبحنا دولة كبيرة وهذا مش عارف ايش، ولكن ودنا نحتفظ بالود اللي بيننا وبين الصندوق الكويتي، تظل الشراكة دائما، الشراكة الدائمة هذه. فكان الاتفاق انه سنويا، خصوصا المحافظات الداخلية، تعرفي اللي يعرف في الصين اغلب الانفتاح صار على المحافظات الساحلية، الفكر عندهم على اساس بعدين يصير لهذا. فأصبح عندنا الآن برنامج يعني تقريبا كل سنة قرض في المحافظات الداخلية اللي تحتاج، خصوصا في مجالات الأبنية التعليمية الأبنية الصحية، من باب التعاون المشترك اللي بدأ. يمكن تعرفون الكويت يمكن من أوائل الدول في المنطقة اللي كان لها علاقة مع الصين. أكيد علاقات تاريخية، وهذا الحلو بالصندوق إنه بنى علاقات تاريخية مع معظم دول العالم. نعم. وهذه العلاقات يعني امتدت أيضا إن هي إنسانية أكيد، وإقتصادية وسياسية واقتصادية. ويعطيكم ألف عافية، وكل عام وأنتم بخير، ويا رب نحتفل معاك في السنوات القادمة أيضا بارتقاء هذا الصندوق لأعلى الأماكن. ألف ألف شكر لوجودك معنا أستاذ مروان. حياك الله أستاذ مروان. احنا راح ننتقل بعد هذا الفاصل إلى موضوع خاص بالبورصة الكويتية وأعلى تداول في تاريخ البورصة الكويتية بعد هالفاصل. الاستثمار العقاري خارج الكويت وتفادي عمليات النصب العقاري وتوعية المشاهد بالخطوات السليمة لعملية الشراء. يوم الأربعاء القادم في ليالي الكويت مع طلال الياقوت وخالد الأنصاري. لا، مو إذا أنت رشحت نفسك في الانتخابات
نجومية طاغية ما لها حدود، أسماء تمكنت من فرض احترامها على الجمهور، لهم بالوسط الفني وبقلوبنا مكانة كبيرة. حلو، يعني إحنا الحين عندنا مهمة. شنو هي المهمة؟ سمعوني. الفنان القدير داود حسين والنجمة منى شداد ضيوفنا باتشر في ليالي الكويت. جهود شبابنا وكفاءاتنا الوطنية ارتقت بورصة الكويت يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 لمؤشر MSCI العالمي، وتم ضخ أكبر سيولة يومية من سنة 2007 بما يقارب مليار دولار. حققت بورصة الكويت إنجاز تاريخي جديد بدخولها ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهذا بدور شبابنا وتحقيقهم لهذا الإنجاز اللي يشجع الاستثمار ويحسن بيئة العمل الاستثماري ويعزز موقع الكويت الاقتصادي عالمياً. وكان وراء هذا الإنجاز الاقتصادي بالترقية شبابنا الطموح اللي حقق قفزة كبيرة بترتيب الكويت بعالم الاقتصاد. معانا الحين بليالي الكويت عبد الرحمن الفيلجاوي، مدير إدارة تنظيم الأسواق في هيئة أسواق المال، خالد السهلي، مدير إدارة التداول في هيئة أسواق المال. حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا نتواصل معاكم، والحديث راح يكون عن انضمام الكويت لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، واللي مثل ما قلنا أن أصبحت دولة الكويت مصنفة كسوق ناشئ لجميع المؤشرات العالمية المتعارف عليها. بخصوص هذا الموضوع يسعدنا يكون معنا عبد الرحمن الفيلجاوي، مدير إدارة تنظيم الأسواق في هيئة أسواق المال، وخالد السهلي، مدير دائرة التداول في هيئة أسواق المال. حياكم الله، مساكم الله بالخير. الله يحييك، مساكم الله بالخير. يعطيكم ألف عافية وشكرا لوجودكم معنا. وحابين نتكلم يعني عن هذا الإنجاز التاريخي اللي يحسب لهيئة سوق الأموال. منو يحب فيكم يبدي الحديث؟ أنا أعطي مقدمة، لأن يعني أعتقد قبل أن نتكلم عن الإنجاز اللي هو الترقية أو الانضمام للمؤشرات، خلنا نعرف أول شيء شنو يعني مؤشر، صحيح، وشنو يعني مؤشر عالمي. يعني باختصار المؤشر هو عبارة عن يعني باسكت اوف سيكيورتيز، سلة داخلها أسهم، ويعكس المؤشر حركة هذه الأسهم. حلو. طبعا في أنواع وايد يعني للمؤشرات، في مؤشرات تصير على قطاعات، مثلا يكون مؤشر على قطاع البنوك، ففي يعني السلة هذه يكون فيها أسهم بنوك. في مثلا مؤشرات تكون على مثلا قطاع اتصالات، يكون السلة فيها أسهم شركات الاتصالات. ممكن يكون نوع ثاني من المؤشرات يكون مبني على سوق الأسهم في دولة معينة، مثل الـ S&P 500 اللي معروف في أمريكا، اللي طبعا في أكبر 500 شركة في أمريكا. فبالتالي طلع طبعا الأنواع هذه وتعددها تعكس رغبة المهتمين والمستثمرين في الأسواق، ولذلك طلع موضوع الشيء اللي يسمونه الجلوبال انديسيز، او اللي هي المؤشرات العالميه. دولي. اي، والمؤشرات العالميه طبعا راحوا يعني الاندكس بروفايدرز او يعني الجهات اللي تصنع هذه المؤشرات وتبنيها، راحوا ابعد من ذلك وسووا كذلك تصنيفات. سووا تصنيف متطور، وتصنيف سوق ناشئ، وتصنيف سوق شبه ناشئ. فطبعا الجهات المتعارف عليها هي MSCI وهي الاكبر، فوتسي راسل، وS&P داو جونز. والحمد لله الكويت يعني الآن يوم الاثنين اللي طاف الحدث اللي صار، إن دخلت الكويت رسميا في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، مما يعني أن الكويت الآن مصنفة في جميع مؤشرات العالمية كسوق ناشئ. يعني بورصة الكويت معترف فيها،
هذا هو المخلص يعني من الموضوع. انا اوضح لك يعني شنو مدى يعني شنو معنى انضمام الكويت الحين حق الاسواق الناشئه. في نوع من المستثمرين يسمونهم المستثمرين غير النشطين او الباسيف انفسترز. منو هذيل؟ هذيله بالضبط يشوفون المؤشرات هذه، يشوفون شنو الاسهم اللي داخلها ويستثمرون بالضبط بالاسهم هذه بنفس الوزن اللي المؤشر يعلن عنه. الهدف يعني من تتبع هذه المؤشرات ان الباسيف انفسترز يبون يحققون نفس العائد بالضبط، فبالتالي صار لازم عليهم ينشرون نفس مكونات المؤشر. حلو. فبارتقاء الكويت الى سوق او يعني فئه الاسواق الناشئه، اللي صار الحين ان المستثمرين اللي يستثمرون ويتبعون مؤشر الاسواق الناشئه صار لازم عليهم الان يدخلون السوق الكويتي ويشترون مكونات مؤشر مثلا MSCI او فوتسي راسل او S&P داو جونز. والمعلومه هذه هي طبعا اهم معلومه، ان حجم الاموال اللي تتبع المؤشرات الناشئه اكبر بكثير من الاسواق اللي هي او الفئات اللي كانت فيها الكويت اللي كانت اما غير مصنفه او شبه ناشئه. طبعا لما اتكلم مدراء اصول او يعني مستثمرين عالميين اتكلم عن شركات مثل بلاك روك اللي هو اكبر مدير اصول في العالم، او فانغارد اللي هي ثاني اكبر شركات اداره اصول في العالم. لا شك وجودهم هذا لا يعني اثر ايجابي. هذول دخلوا عندنا الكويت؟ هذول بعض اللي دخلوا، هذا انا قاعد اقول بس يعني نموذج من المستثمرين الباسيف انفسترز. زين، لقائنا هذا اعتقد انه وايد مهم حق الكويتيين اللي يضاربون بالبورصه. طبعا. اكيد انا لان يعني انت قلت فان مدري شنو، انا راح مخي على فان جوخ وهذا حدي اكثر من كذي لا تسالني. استاذ خالد، خلينا نتكلم عن حجم السيوله اللي ضخ في هيئه سوق المال. طبعا السيوله اللي مرت يوم الاثنين اللي فات كان مقدارها تقريبا بحدود المليار دينار كويتي، بحدود 3.3 مليار دولار امريكي. طبعا اذا شفنا حجم الاموال بالنسبه للسوق الكويتي تعتبر كبيره بيوم واحد، لكن اذا شفنا احجام الاصول اللي تتبع المؤشرات الناشئه نلقاها كبيره، تقريبا بحدود ال 500 مليار فقط لمؤشر MSCI. ونسبه الكويت طبعا 0.58، يعني اقل من 1%. فالأحجام جدا كبيرة اللي تتبع هذه المؤشرات، والدول كل الدول تطمح أن ترتقي بتصنيفها علشان الأموال الضخمة هذه تي عندها. يعني في فوائد مثل ما قلت يمكن عبد الرحمن قبل شوي من وجود الكويت في هذا المؤشر وترقية يعني ترقية الكويت لها. أكيد المبلغ اللي تم ضخه مبلغ كبير، شلون تم استيعاب يعني هذا المبلغ والاستعداد له لارتقاء مؤشر البورصه؟ انا يمكن خالد اتكلم لك على كم فائده وبعدين يمكن خالد احسن يتكلم على الترتيبات هذه اللي صارت. تمام. يعني بس من الفوائد يعني الترقيه اللي هو دخول المبلغ هذا حفز السيوله. شفنا بالفتره الاخيره يعني سيوله البورصه والنشاط كان جدا ملحوظ، خاصه في الشهر اللي طاف. كان طبعا هذا في مثل ما تقول معرفه بان راح يصير دخول الأموال هذه في تاريخ 30/11. من الفوائد كذلك، ومرة ثانية أرد حق فانغارد وبلاك روك، يعني النوعية هذه من المستثمرين إذا اليوم دخلوا على الأسهم الكويتية وصاروا من المساهمين الاستراتيجيين، لا شك هذا راح يعني يخلي الشركات تفصح بشكل أكبر وأكثر شفافية، لأنه صار عندها اليوم تنوع في قاعدة المستثمرين. وهذا طبعا شيء احنا يعني نهدف اليه في هيئة اسواق المال، هذا شيء صحي للاسواق انه يكون في تنوع اجنبي مؤسسي فرد محلي، هذا جدا يعني صحي للاسواق. فبالتالي وجودهم لا شك انه في فوائد من هالناحية. طبعا احنا اوريدي حققنا يعني بلغة الارقام حققنا يعني قفزة كبيرة في وجود المستثمر الاجنبي. على سبيل المثال الاسهم اللي في مؤشر MSCI لو تحسبها أو تحسب ملكية الأجانب فيها قبل أول ترقية اللي هي طبعا كانت مالت فوتسي راسل، وبعدين تحسب الملكية عقب آخر ترقية اللي هي MSCI عشان تعرف يعني قبل وعقب، تضاعفت في هذه الشركات ملكيات الأجانب في شركات اللي هي مكونة لمؤشر MSCI. نشاطهم
في السوق كذلك تضاعف في الفترة هذه. الحسابات الأجنبية، عدد الحسابات الأجنبية زاد بنسبة 70% من نتكلم منتصف 2017 اللي هو قبل أول ترقية لليوم اللي هو عقب ما تم تنفيذ آخر ترقية، إلى جانب طبعا الفوائد اللي هو يكون السوق الحين جاذب للإدراجات لأنه صار يعني السوق الكلاسيفيكيشن ماله اعلى، فراح يجذب اجراء الادراجات وراح يكون في اكتتابات لان الحصول على التمويل راح يكون يعني اتراكتيف اكثر، يعني ممكن تحصل على تمويل لان السوق الحين صار يعني يسوق نفسه بنفسه. وكذلك في منتجات كثيره تبنى على هذه المؤشرات مثل المشتقات، مثل ما يسمى بصناديق المؤشرات المتداوله. هذا بس طبعا بعض الفوائد اللي شفناها واللي طبعا احنا نطمح ان نشوفها حتى باللونج تيرم، يعني مو بس بالشورت تيرم. اكيد هاي الفوائد اللي خالد الحين بيقول لنا شلون تم استيعابها والاستعداد عشان تدخل الكويت في هذا المؤشر. هو الاستعدادات ودي اقسمها الى ثلاث اجزاء. الجزء الاول هي التغييرات اللي صارت بحكم خبرتنا اللي تراكمت من الترقيات اللي طافت، طبعا هذه الترقية الثالثة، قبلها كانت ترقية S&P وفوتسي. الترقيات اللي طافت ومع تواصلنا مع المستثمرين الأجانب في بعض الأمور حطيناها بالسوق استحدثناها، مثال على ذلك جلسة التداول على سعر الإغلاق Trading at Last Session. أيضا طرحنا الأوامر المتطابقة، وايضا خلال الفتره اللي طافت قمنا بتسهيل اجراءات فتح الحسابات للمستثمرين الاجانب. قبل كانت في الاشهر، الحين مينيمم يعني ممكن تاخذ لها 3 أيام اذا كانت الاوراق كلها كامله. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني بدا تقريبا منذ الاعلان عن الترقيه العام الماضي، في فريق مكون من الهيئه والبورصه والمقاصه وفريق جاهزيه السوق ماركت ريدنس جروب نسميه MRG. الفريق هذا أشرف على عدة اختبارات موسعة للسوق. شنو معنات اختبار موسع للسوق؟ احنا عندنا نظام البورصة ونظام المقاصة هي أنظمة رئيسية مرتبطة فيها أطراف وايد من وسطة من أمناء حفظ، فأي تغيير بهالأنظمة لازم نتأكد أن الأطراف هذه تقدر تستوعب هذا التغيير. نفس ما نقول بروفة حق السيستم حق البورصة قبل لا نطلع فيها بالتداول صدقي. الماركت وايد تيست هذا عادة يكون كبير، تقريبا ياخذ 3 أسابيع، أسبوع إعداد، أسبوع اختبار، يكون الاختبار عادة بعد ما يسكر السوق، وبعدها يكون تحليل للنتائج. قمنا نفس ما قلت حول فوق 10 اختبارات موسعة للسوق، نتأكد فيها من شغلتين. الشغلة الأولى الستريس تيستينج، نتأكد أن الستريس على منو؟ على نظام البورصة ونظام المقاصة ونظام تتحمل أو ما تتحمل؟ يتحمل هو لأن الكميات جدا كبيرة على السوق أول مرة تيجي، فحبينا نتأكد أن منظومة البورصة ككل جاهزة في استقبال الأوامر وتنفيذ الصفقات في فترة زمنية جدا قصيرة. اللي تابع ويانا جلسة التداول يوم الاثنين اللي فات راح يشوف أغلب المليار دينار صارت في آخر الجلسة. أيضا كان هناك بعض الطلبات من المستثمرين الأجانب خاصة فيهم استحدثناها وطبقناها قبل الانكلوجن، مثال على ذلك حساب التخصيص هو حساب خاص للمدراء المحافظ الكبار نفس بلاك روك وفانغارد. طيب يعني احنا نبي بطريقة مبسطة جدا، هل أصبحت الكويت الحين من أسواق المال الجاذبة مع الترقيات اللي تمت وراء بعض في فترات؟ أنا أعتقد أن هي ما شاء الله عليكم يعني تمت في فترات قصيرة جدا. الترقيات الثلاثة اللي مضت هذه هل جعلت البورصة أكثر جذب للمستثمرين سواء اللي برا أو اللي داخل؟ أكيد. ولا أكيد. هو ما في شيء من برا؟ لا، هو اللي صار يعني اللي فرق إنه قبل هذه التطويرات كان السوق نوعا ما منغلق على نفسه، كان محلي جدا. بالضبط. وهذا يعني اليوم في يعني طبيعة أسواق المال هي دائما متغيرة ومتطورة، فكون السوق منغلق على نفسه هذا راح يخلي كان سلبية كبيرة. فبالتالي احنا اللي سويناه طبعا، وهذا يعني في مشروع كان كبير ومتكامل اللي هو جزء منه كان موضوع المؤشرات هذه واستيفاء بعض متطلباتها، لكن النتائج اللي شفناها انه صار في اليوم
يعني بالسابق كان في المستثمر المحلي والمستثمر الفرد، كان هو عنده يعني الغالبية العظمى والكبيرة جدا يعني في قاعدة المستثمرين. حلو. اليوم لا، صار في أكثر بالانس، فصار في أجانب يعني طبعا للحين المحلي أكثر، بس الفكرة ان احنا نسوي نخلق بالانس، ماكو يعني حلو. جزء يطغى على جزء. طيب بعجالة جدا، المستثمر الكويتي المحلي البسيط مو الشركات الكبيرة، الأفراد إيش كثر راح يفيدهم هذا أو يأثر عليهم بالإيجاب مثل هذه الإنجازات وهذا الترقي؟ طبعا احنا نتكلم على المشروع اللي نسج عنه الترقية، مشروع تطوير السوق. الشخص البسيط اللي داش البورصة يبي يستثمر، المشروع ببساطة هو يهيئ البيئة التشريعية والتشغيلية حق طرح المنتجات المالية، زيادة الشفافية بالسوق. فالمستثمر اليوم إذا داش، مثال على ذلك تقسيم السوق، الشركات الموجودة في السوق الأول متطلبات الإفصاح صارت زيادة، فالمستثمر يقدر يطلع على البيانات المالية مع التقرير الربع السنوي معاها، تقرير مؤتمر المحللين. فالمستثمر المحلي يقدر يستفيد من زيادة الشفافية. أيضا هناك منتجات مالية جديدة، واحدة من المنتجات المالية اللي توها طرحت هي صندوق العقاري المدير للدخل، أول صندوق عقاري مدير للدخل تو تم طرحه في هذه السنة. حلو. فيعني كل هذه الاستثمارات راح تكون يعني أو هذه الترقية لها نفع إن شاء الله حق المستثمرين داخل الكويت. إحنا نبارك لكم. طموحكم القادم شنو راح يكون بعد في ترقي جديد قادم؟ سؤال. طبعا أول شيء قبل أن أفكر بالترقي واللي هو قاعد أفكر فيه، لازم نحافظ ترى على مركزنا، هذا مو سهل يعني بعد. فيعني مثلا الأرجنتين، أنا هذا مثال بسيط، الـ MSCI رقوهم قبل سنتين تقريبا وردوا قريب، والحين يردوا سووا مثل ما في أبجريد داون جريد. طبعا أكيد نطمح إن إحنا نكمل مشروعنا مال تطوير السوق، ومن خلاله راح يكون في إن شاء الله نطمح حق يعني طموحنا إنه يكون في مزيد من الترقيات بلا شك. إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لوجودكم معنا، وسعداء بهذا الشرح المبسط اللي عطيتونا إياه عن هذه الإنجازات اللي تعتبر كبيرة جدا لبورصة الكويت وهيئة سوق المال. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. باكر إن شاء الله حلقة فنية راح تكون بوجود النجوم، النجم الكبير داود حسين والنجمة منى شداد. يا رب تكون حلقة مميزة في الغد إن شاء الله. إن شاء الله. شوفكم إن شاء الله بحلقة باكر. تصبحون على خير وفي أمان الله. مع السلامة.